شاء الله يا حديقة صلالة، بسم الله ما شاء الله، تعيش جمعية صلالة، تعيش جمعية صلالة. نقول بسم الله أجواء الخريف. بسم الله الرحمن الرحيم. حديقة صلالة العامة. يالله يالله يالله، تعيش جمعية المرأة العمانية بصلالة. شوف كيف تبنت الحديقة وخلتها، عيني عليكم باردة. سلام عليكم. تبي تعمل ايه يا عم؟ ما تصبي لي واحد. ييه الله الله الله. ومن تدخل الحديقة تحصل الشركات اللي ترحب فيك وتقول لك اهلا وسهلا، ومنهن شركة اوتاكسي نوديك وين ما تريد. واول ما توصل هنا تحصل بعض الشركات اللي تعمل لك جولات سياحية، ومن ضمنهن الشركة اللي من نزوة. كيف حالكم؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. السيارات الكلاسيكية موجودة؟ موجودة. ناخذ جولة فيها ولا لا؟ يلا خلا. لفتت انتباهنا حاجة قبل ما نركب في السيارة وناخذ فيها جولة داخل. ايش معك هنا؟ قبة النور الفلكية. قبة النور الفلكية ايش موجود فيها؟ فيها عروض مرئية تختص في النجوم وعلوم الفضاء. يعني كأنك في المريخ. في المريخ وتجي معانا هنا. أول مرة هذه؟ في خريف ظفار. أول مرة في خريف خريف ظفار القبة الفلكية وكأنك داخل في المريخ. نقول بسم الله. السلام عليكم. السلام. الله يعطيهم العافية. ممكن تودونا زحل شوية معاكم؟ تفضل معانا. خلا خلا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ياه ايه، ترفيهية وتعليمية وتثقيفية لجميع الفئات. ممكن نشوف شعر مرئي؟ اكيد. يلا. جاذبية زادت معها سرعة المدار. يمكننا ان نتخيل النظام الشمسي على انه ساعة عملاقة تمتلك 8 عقارب، آلة فضائية عظيمة تحركها الجاذبية. في حياتنا اليومية نقيس مرور الوقت من خلال برامجنا، رزناماتنا وساعاتنا، كلها تعمل بانتظام دقيق مع حركة الساعة الفضائية. حريم يا حريم حريم، إذا تجين إلى حديقة صلالة تحدي الرماية للحريم. كل حرمة تشارك قل لكم وتصوب 3 إكسات في الدائرة. ايش الجوائز اللي بيعطوش ياهن؟ قدامك جوائز كن، خواتم ذهب، سوارات ذهب، ساعات الكترونيه وسماعات. ايش من المسابقه هذه الحلوه اللي سويتوها؟ هذه خاصه بالنساء. حلو. سنايبر جيم. رمايه. حلو. زين. قيمه الاشتراك ريال. ايوه. طيب عندها 3 إكسات. ايوه. تجيب 3 نقاط، تختار اي حاجه من البوكس هذا. يعني إذا تجيبين 3 نقاط، هذا بغينا حريم يكون مرة متمكنات في الرماية. دفعين ريال، وإذا تصوبي 3 إكسات اختاري ليش من الذهب هذا اللي قدامش ولا من الحاجات الإلكترونية الحلوة اللي حاطينها تحت. عادوا عندكم شيء ثاني ولا؟ زين. صبر. ومقدمين لكم كوبونات بعد. كيف الكوبون هذا؟ الكوبون في حالة إذا صبت هدفين. أيوة. تختار يا أما ساعة. أيوة. يا أما سماعة سلكية. أيوة. ومعها كوبون يدخلها السحب على سوار الذهب اسبوعيا. كل اسبوع سوار الذهب. وهي كوبونها واحد. الله اكبر. موقعهم طبعا اول ما تدخلون الى الحديقه العامه على ايدكن اليسار، جيبن الرمايات هذيناك اللي مي عارفين ولا رحمين مره. يا سلام يا حديقه صلاله.
موجود ايضا في الحديقة هنا عرض المسرح، وشوف الجماهير بسم الله ما شاء الله، عروض مسرحية موجودة ايضا في حديقة صلالة، وايضا هناك تحت المعرض شغالين، وهذا كله يرجع لمن شروبه؟ لعيون الناس المتابعين والجمهور من جمعية المرأة العمانية وعلى رأسها الدكتورة نور الغسانية. الله أكبر، بدعت إشراف بلدية الظفار ما ننساهم بعد طبعا أكيد. بدعتوا، شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، شوف شوف شغالين، حيا حيا. بأمانة من أفضل الحدائق اللي شغالة في الخريف هذا السنة حديقة صلالة، تعال بس واستمتع. يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي سهل يا حي سهل، ايه دورة يا حي سهل يا حي سهل يا حي سهل. وإذا توصل هنا ما شاء الله، حي الله ابن السنح يا ما شاء الله، ما هذه الحلوة حلوة بسم الله ما شاء الله. طبعا حلوة السنح متوفر ايضا في حديقة صلالة، متى تجهز ان شاء الله؟ الفخاريات جاهزة، كل شيء تقدم باللي يبغوا، الله يبيض وجهك يا رب العالمين. يا حي سهل يا حي سهل، لا ما شاء الله الحديقة ما شاء الله، العوائل موجودين، السياح موجودين، والفعاليات ما تتوقف. لا إذا تزور حديقة صلالة هي من ضمن فعاليات خريف ظفار تحت إشراف البلدية وأيضا إبداع جمعية المرأة العمانية بصلالة، الله يوفقهم ويقويهم.